طيب الآن هذه الشبكات المستمرة منذ أشهر الآن في مدينة سبها، كيف تنظرون لها وأنتم تعلمون طبيعة تركيبة مدينة سبها والواقع الموجود فيها؟ هناك شبكات، هناك من يقول أنها قبلية، هناك من يقول بأنها قوات للكرامة، هناك من يقول أنها انقسامات داخلية. وفق فهمكم للمنطقة، ما الذي يجري هناك في مدينة سبها؟ اللي يجري هناك احنا مرينا به بالثلاث سنوات اللي مرينا بها، هذه عمليات تتم بين القبائل، أي جريمة قتل تصير حيصير فيها مواجهات. لكن ما فيش اللي خلى المواجهات هذه تستمر، ما فيش قوة رادعة، ما فيش قوة محايدة، لأن احنا كنا عصات ميزان لأهل الجنوب كلها، ويشهد بالكلام هذا جميع قبائل الجنوب، سواء سليماني، سواء مقرحي، سواء قذافي، سواء ورفلي، سواء حطماني، سواء بولاد بوسير، سواء تارقي، سواء تباوي، كلهم يشهدوا بالكلام هذا. احنا ما كناش يعني منضمين لطرف دون طرف، كانوا احنا اهل الجنوب يجيبوا لنا في اولادهم، حتى اللي هو مدمن حشيش ومدمن كذا يجيبوا لنا يسلمونا فيه كقوه ثالثه. احنا كنا كدرع يعني امان لجميع المجرم اللي داير اي مشكله يسلمونا فيه احنا كنا حتى نرفعوا لطرابلس في سجناء لطرابلس لسجن كارا وكذا، لان السجون معتبره. احنا كنا حتى بنفتحوا برنامج، لكن الله الغالب كنا بنفتحوا حتى مكتب للمخابرات داخل سبها، وعندنا حتى في مكافحه الجريمه نبغى نفعلوها. لكن لما وقف علينا الدعم وقفنا احنا على الناس هذيما، ان في ناس حوالي 600 متخرجين مدربين كمكافحه جريمه، لكن ما عندهمش دعم. ووصلناهم في الداخليه، ومشيت على الداخليه وكلمناهم، لكن للاسف ما فيش اذن صاغيه للكلام هذا. مديريه الامن عالمها لحينا وراهم، احنا نامنوكم، بس انت انزل للشارع، انزل كشرطي باش حتى المواطن يرتاح في المنطقه، حتى تامن المدارس، حتى كذا، واحنا نحموك. ما فيش اذن صاغيه، لان طالبنا حتى الحكومات المتعاقبه، نبوا مدير امن من المنطقه الغربيه يجيبوه من طرابلس، من الزاويه، من اي جهه، بيجيبوه شخص بروحه، ما بيجيبوه معها افراد ماشي الحال، وحاولوا يعني يديروا حتى عمليه نقل، يعني من سبها يشتغل في طرابلس، ولا يشتغل في جهه من المنطقه الغربيه، واللي لكن ما فيش اذن صاغيه. بحثنا عليه امر منطقه، وجبنا امر منطقه من طرابلس، وكلفوه بالمنطقه الجنوبيه، للاسف كلفوه على ورق بدون دعم. لكن بدون دعم كيف يستطيع أن يشتغل ويحرك الجيش اللي قاعد راقد في بيوته ويفعله، باش حتى احنا نقدر ننسحبه من الجنوب، وسلمناها لمن؟ لأهل الجنوب، لعسكريين نظاميين في المنطقة الجنوبية. لكن للأسف ويصنط فيه ممكن تقول أفندي محمد سلهوبة ما قدرش يشتغل في المنطقة الجنوبية، نظرا لعدم دعمه ماديا ولا بأي ولا لوجستيا. كيف تبيه يجي لي عسكري يقول له تعال اجمع في المعسكر وانت ما عندكش ما توكله؟ احنا وفرنا له مكتب، وصينا مقر مقر منطقه صيناه، وللاسف حتى الان توا راهو اللي صين المقر نتاع المنطقه ممكن قاعد يطالب بمستحقاته اللي عند اليوم، وصينا بناء على ضمانه من القوه الثالثه، لكن للاسف ما فيش دعم. طيب